السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معلمة نهاد قشتان من مدرسة إيلاف الخاصة. اليوم سنبدأ درس اللغة العربية حروف العطف، لنتذكر معا أقسام كلمة، اسم، فعل وحرف. أنواع الاسم هي إنسان، حيوان، نبات وجماد. أما أنواع الفعل ماض، مضارع وأمر. الحروف أخذنا منها الجر، الجزم، النصب. اليوم سنأخذ نوعا جديدا من أنواع الحروف وهي حروف العطف. لنقرأ معا هذه الأمثلة. اشترى زيد قلما ومسطرة. اشرب ماء أو عصيرا. جاء خالد وسامر. لعبت بالدراجة ثم الكرة. في المثال الأول اشترى زيد قلما. زيد هو الفاعل وقلما مفعول به، ولكن مسطرة ما هي؟ ماذا فعلت هنا الواو بين القلم والمسطرة؟ لنقرأ المثال بدون واو. اشترى زيد قلما مسطرة. هل فهمت شيئا من هذه الجملة أم هناك شيء ناقصها؟ نعم، هناك شيء ناقص فيها، فجاءت الواو وربطت بين القلم والمسطرة. في المثال الثاني أيضا اشرب ماء أو عصيرا. لو قلنا اشرب ماء عصيرا لكانت هذه الجملة ناقصة، فجاءت أو وربطت بين الماء والعصير. في المثال الثالث جاء خالد فسامر. لو قلنا جاء خالد سامر أيضا لاحظنا أن هذه الجملة ناقصة، تحتاج إلى شيء يربط بين أجزائها. لعبت بالدراجة ثم الكرة. لو قلنا لعبت بالدراجة الكرة كان مثالا ناقصا غير مفهوم، فجاء ثم ربطت بين أجزاء هذه الجملة. من خلال هذه الأمثلة نلاحظ أن حروف العطف لها وظيفة داخل الجملة، وهي نفكر معا ماذا فعلت واو في الجملة الأولى؟ ماذا فعلت أو في الجملة الثانية؟ الفاء ماذا فعلت بين كلمة خالد وسامر؟ وأيضا ثم ماذا فعلت بين أجزاء الجملة؟ لنفكر معا يا أصدقائي. أحسنتم، لقد ربطت حروف العطف بين أجزاء الجملة. إذن حروف العطف هي الحروف التي تربط بين الكلمات. من خلال الأمثلة السابقة نستنتج أن حروف العطف هي الواو أو الفاء وثم. نقرأ معا هذا المثال. حفظت درس العلوم ثم الرياضيات. فأنا حفظت درس العلوم أولا ثم حفظت درس الرياضيات، ولكن ماذا سأسمي الاسم الذي يأتي قبل حرف العطف وماذا سأسمي الاسم الذي يأتي بعده؟ لنفكر قليلا ثم نجيب. ثم هنا هو حرف العطف. أسمي الاسم الذي يأتي قبل حرف العطف المعطوف عليه، وأسمي الاسم الذي يأتي بعد حرف العطف المعطوف. نلاحظ هنا أيضا أن المعطوف والمعطوف عليه يمتلكان نفس حركة الإعراب وهي الكسرة. أيضا لنقرأ هذين المثالين. رأيت المدير والعامل في المعمل. أيضا هنا نلاحظ أن المعطوف والمعطوف عليه أيضا يمتلكان نفس حركة الإعراب وهي الفتحة. تقرأ سعاد وريم القصة. أيضا هنا المعطوف والمعطوف عليه امتلكا نفس حركة الإعراب، ولكن ماذا سأستنتج من خلال هذه الأمثلة؟ ماذا ألاحظ؟ يتبع المعطوف المعطوف عليه في حركة الإعراب. دائما المعطوف والمعطوف عليه
سيمتلكان نفس حركة الإعراب. والآن يا صغاري، هل حروف العطف جميعها لها نفس المعنى؟ وهل نستخدمها نفس الاستخدام؟ الآن سنعرف هذه الإجابة من خلال هذه الأمثلة. لنقرأ معا: أكل الطفل بيضا وخبزا. حرف العطف هنا هو الواو، المعطوف عليه هو بيضا، أما المعطوف هو خبزا. نلاحظ أن المعطوف لحق المعطوف عليه في حركة الإعراب وهي الفتحة. هنا الطفل تناول البيض وأيضا تناول الخبز، فالأكل وهو الفعل وقع على البيض ووقع على الخبز، والواو ربطت بين البيض والخبز وأفادت أن الفعل وقع على المعطوف وأيضا وقع على المعطوف عليه. فالواو حرف عطف يفيد الاشتراك في الحكم، أي أن الفعل سيقع على المعطوف عليه وسيقع أيضا على المعطوف. المثال الثاني: أريد أن أصبح مهندسا أو معلما. حرف العطف هنا هو أو، المعطوف عليه مهندسا، أما المعطوف معلما. أيضا هنا نلاحظ أن المعطوف لحق المعطوف عليه في حركة الإعراب وهي الفتحة. أريد أن أصبح مهندسا أو معلما، فأنا عندما أكبر سأختار بين اثنين، إما أن أكون مهندسا أو أن أكون معلما. وأيضا في المثال الذي سبق معنا: اشرب ماء أو عصيرا، فأنا أخير الآخر بين شيئين، إما أن يشرب الماء أو أن يشرب العصير. فهنا يوجد تخيير، أي أن يختار بين واحد من اثنين، فحرف العطف أو يفيد التخيير. المثال الثالث: دخل المعلم فالتلاميذ إلى الصف. حرف العطف هنا هو الفاء، المعطوف عليه المعلم، أما المعطوف التلاميذ. هنا أيضا لحق المعطوف المعطوف عليه في حركة الإعراب وهي الضم. عند دخول المعلم إلى الصف، هل سينتظر وقتا طويلا حتى يدخل الأطفال من بعده، أم أن التلاميذ سيدخلون فورا بعد المعلم؟ نعم، لا يوجد فاصل زمني بين دخول المعلم ودخول التلاميذ، فالفاء أفادت هنا ترتيب الأحداث، فدخول المعلم أولا ثم التلاميذ، ولكن دون فاصل زمني بين الحدث الأول والحدث الثاني. فالفاء حرف عطف يفيد الترتيب مع التعقيد، أي دون فاصل زمني بين الحدث الأول والحدث الثاني. المثال الرابع: عاد أحمد ثم أنس إلى البيت. حرف العطف هنا ثم، المعطوف عليه أحمد، أما المعطوف أنس. أيضا هنا نلاحظ أن المعطوف لحق المعطوف عليه في حركة الإعراب وهي الضمة. عاد أحمد إلى البيت وتناول الطعام ثم لعب بألعابه ثم عاد أنس. إذا يوجد فاصل زمني بين عودة أحمد وعودة أنس. عاد أحمد أولا، لعب بألعابه، تناول طعامهم، ثم عاد أنس. فهناك فاصل زمني كبير بين عودة أحمد وعودة أنس. فثم حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي بالزمن، أي وجود فاصل زمني بين الحدث الأول والحدث الثاني. من خلال الأمثلة السابقة نستنتج أن حروف العطف هي الحروف التي تربط بين الكلمات، وهي الواو أو ثم والفاء. ليتذكر معا معنى كل حرف من حروف العطف: الواو تفيد الاشتراك في الحكم أو تفيد التخيير، الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، أي دون فاصل زمني بين الحدث الأول والحدث الثاني، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، أي وجود فاصل زمني بين الحدث الأول والحدث الثاني. ولا ننسى
يتبع المعطوف المعطوف عليه في حركة الإعراب. أطفال الأذكياء، لنجيب معا على هذه الأسئلة. أضع حرف العطف المناسب في الفراغ. لا تستعجل الإجابة، فكروا قبل أن تجيبوا. حفظت درس اللغة العربية العلومي. أريد حرف عطف يفيد الاشتراك في الحكم، فأنا حفظت درس اللغة العربية وأيضا حفظت درس العلومي. نعم، إنه الواو. خرج الطبيب المريض. لا يوجد فاصل زمني بين خروج الطبيب والمريض، فماذا سأضع؟ أي حرف من حروف العطف؟ أحسنتم، إنه الفاء. سآكل تفاحة برتقالة. سأختار، هل سآكل التفاحة أم البرتقالة؟ فماذا سأضع؟ أحسنتم، أو هي تفيد التخيير. أحب المدرسة البيت. أنا أحب الاثنين، أحب المدرسة والبيت، فهنا المعطوف والمعطوف عليه اشتركا في حركة الإعراب وأيضا في وقوع الفعل عليهما، فماذا سأختار؟ إنه الواو. نتناول الفطور الغداء. هناك فاصل زمني بين تناول الفطور وتناول الغداء، فماذا سأختار؟ إنه ثم. وثم حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، أي وجود فاصل زمني. من الأطعمة التي تمدنا بالدسم الزيت الزبدة، ماذا سأضع؟ نعم، إنه الواو. ولا ننسى يا أصدقائي أن الدسم من الأغذية التي تمدنا بالطاقة، ولكن علينا عدم الإكثار منها. السؤال الثاني. اختار الإجابة الصحيحة. حرف العطف أو يفيد التخيير أم المشاركة أم الترتيب؟ لا ننسى، سنفكر قبل أن نجيب. هل أو يفيد التخيير أم المشاركة أم الترتيب؟ نعم، إنه التخيير. لعبت بالدراجة والكرة. حركة المعطوف هنا هي الفتحة الضمة أم الكسرة؟ لنلاحظ أن حركة المعطوف عليه هي الكسرة، وبالتالي ستكون حركة المعطوف هي نعم الكسرة. حرف العطف الفاء يفيد الترتيب مع التعقيب أم مع التراخي؟ مع التعقيب. أحسنتم يا شطار. الحرف الذي يفيد الاشتراك في الحكم هو الواو أم ثم أم الفاء؟ الواو. أحسنتم. سأشرب حليبا أو ماء. حركة المعطوف هنا هي الضمة أم الفتحة أم السكون؟ إنها الفتحة. أحسنتم. السؤال الثالث. أحدد المعطوف والمعطوف عليه وحرف العطف وحركة الإعراب فيما يأتي. الأم تمنحنا الحب والحنان. سأحدد حرف العطف المعطوف المعطوف عليه وحركة الإعراب. لنفكر، سأترك لكم المجال تفكروا قليلا. إنكم أذكياء، تعرفون الإجابة. هيا يا صغاري، حرف العطف هنا هو الواو، المعطوف هو الحنانة، أما المعطوف عليه هو الحب. لحق المعطوف المعطوف عليه في حركة الإعراب وهي الفتحة. أحسنتم يا شطار، كم أنتم أذكياء. ختاماً أشكركم حسن استماعكم. أرجو أن تكونوا بصحة وعافية،
وأتمنى أن أراكم قريبا وأنتم بخير. أحبكم كثيرا، اشتقت إليكم كثيرا. معلمتكم المعلمة نهاد قشلان.